دايما للأسف كنا بنجد شكوى من أبناء المحافظة من تقصير بعض المحافظين في التواصل المستمر ما بين يعني المحافظة وبين أبناء هذه المحافظة. ليه؟ لعدم وجود المحافظ على أرض الواقع. أنا مع حضراتكم أن المحافظ لوحده مش هيقدر يشتغل، لابد أن يكون هناك جهاز متعاون مع المحافظين حتى نستطيع أن احنا ننقل نبض الشارع. ده هيكون إزاي؟ باختيار مدير مكتب، اختيار محليات محترمة، اختيار الكثير من الآليات اللي احنا ممكن من خلالها نحقق إنجازات واضحة. اعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى ده اللي ممكن يكون في الايام القادمه. تحديات كثيره يعني تنتظر المحافظين الجدد وباقي المحافظين في المحافظات المختلفه ان شاء الله باذن الله تعالى، على امل كبير جدا وتفاؤل زي ما بنعد حضراتكم من هذا المنبر ان يكون في تغيير للافضل ويهتموا بالمرافق والوحدات الاساسيه والخدمات الاساسيه المتعلقه بالصحه والتعليم وايضا مياه الشرب اللي هي للاسف يعني شكوى ملحه من قبل ابناء الكثير من المحافظات المصريه. اختلاط مياه الشرب مياه الصرف الصحي، عدم وجود مياه أدمية للاستخدام الآدمي. فهناك بعض المناطق في المحافظات المختلفة المياه اللي هي موجودة في الحنفية العادية لا تصلح للاستحمام، يعني ما ينفعش ان انا استحمى بيها، فما بالك بقى في ناس بتشربها. فاتمنى المحافظين الجدد ان يشوفوا هذه الشكاوى بشكل كبير جدا حتى نستطيع ان احنا نغير البنيه التحتيه للافضل. ممكن يقول المحافظ انا مش معايا ميزانيه واضحه، عندنا صندوق مهم جدا، يمكن انا كنت متواجد امبارح في مؤتمر كان خاص بصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي وايضا بحضور وزير التموين، كانوا بيتفقوا على 350 سياره خاصه للشباب يوزعوهم على الشباب بقروض ميسره من الصندوق الاجتماعي. خلينا نقول لحضراتكم ان صندوق تحيا مصر هو اللي ممول هذا المشروع بشكل كبير حتى نستطيع ان احنا نقضي على البطاله ومثل هذه الحاجات اللي يعني بتبقى موجوده بشكل كبير في المجتمع المصري. فممكن اذا تعاون المحافظ مع عضو مجلس النواب بالمحافظه، اعتقد كل محافظه بيبقى فيها مش اقل يعني من 10 او 11 يعني عضو مجلس نواب، لو دول كلهم تكاتفوا مع بعض اعتقد المحافظات هتكون على مستوى مثالي، مستوى افضل، هيقدروا فعلا يحققوا الخدمات اللي بتليق بالمحافظه، وكمان هيقدروا يضخوا بالكثير من المشروعات بالتعاون مع هؤلاء وايضا صندوق تحيا مصر اللي هو بيفتح ذراعيه امام الجميع. اعتقد دكتور محمد عشماوي الامين العام لصندوق تحيا مصر الراجل مرحب وكمان بيقول اي مبادره تصب في صالح المجتمع وفي صالح الشباب مش هيقدر يتاخر على صندوق تحيا مصر. ده اصلا جاي من حضراتكم، يعني فلوس حضراتكم اللي انتم بتشغلوا بيها شبابكم واولادكم، فلوس حضراتكم اللي احنا بنحقق بيها التكافل الاجتماعي، فلوس حضراتكم اللي احنا بنعمل بيها مشروعات بتفيد البلد وبتحقق الصالح العام. نتمنى يا رب ان يكون في تكاتف وترابط من كل هذه الجهات حتى نستطيع ننهض بالامه المصريه باكملها، وده اللي ان شاء الله متفائل بيه في المرحله القادمه وتحديدا في السنه اللي جايه. تعالوا مع بعض نطمن على الحالة المرورية، ومعنا على الهاتف سيادة النقيب أحمد حافظ من الإدارة العامة للمرور. سيادة النقيب السلام عليكم وتحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بألف خير، يعني يا ريت كده إطلالة سريعة على الحالة المرورية النهاردة الأحد. النهاردة يمكن الحمد لله الحالة المرورية هادئة تماما باختلاف طبعا عن بكرة هيبقى معانا في كثافات بداية في علاج الأسبوع، إنما النهاردة في استمرار لبعض المحال التجاريه في الغلق او في الاجازه، فدي بتاثر معنا بشكل كبير على الحركه بيه. بالنسبه لمناطق كوبري اكتوبر في بس عندنا كثافات على وزاره الماليه وكثافات على ميدان رمسيس تحديدا. ايضا بالنسبه لمناطق كوبري اكتوبر جميله بتعمل بشكل جيد جدا. بالنسبه لمناطق محور استراد وصلاح سالم وتحديدا امام عمارات العبور ما زال في كثافات الذره الصبحيه مستمره معنا. ايضا بالنسبه لمناطق محور الثوره زي ما قلت لحضرتك السيره المروريه الحمد لله. بالنسبه لاستكمال السير امتداد رمسيس طوق السيد ما زال الهدوء قائم يمكن انتهاء الذروه الصباحيه من حوالي نص ساعه. بالنسبه لمحور 26 يوليو ومناطق الجيزه ومناطق المهندسين ومناطق ميدان لبنان احمد عرابي جامعه الدول بتعمل بشكل جيد جدا الحمد لله دون اختار بوجود اي كثافات. طريق الدائري جميع والحمد لله ما فيش اختارات عندنا بوجود اي حوادث او اي تكدسات مروريه. تم الانتهاء من فترات الذروه الصباحيه على الطريق الدائري والطرق بتعمل بكامل تقدير الان. نعم. عندنا خدمات وحملات منتشره على كافه الطرق السريه والصحراويه. يا رب. ان شاء الله لحد النهايه يا فندم على طول. طب سياده النقيب برضه حابب اطمن من حضرتك استعدادات الاداره العامه للمرور في جميع محافظات الجمهوريه للاحتفال بعيد راس السنه يا فندم، اطلاله سريعه حتى نطمن الساده المواطنين اللي هم يعني بيترددوا على الطرق السريعه بشكل كبير جدا اللي هم بيحرصوا ان هم يسافروا عشان يقضوا هذه الايام مع اهليهم واصحابهم وذويهم بشكل عام. احنا شغلنا بس يا فندم مش يعني حصر في الجانب المروري بالظبط، ولكن احنا ايضا الشق الامني معانا، عندنا خدمات امواله امنيه
مجموعات قتاليه مكونه من الساده ضباط المرور والساده ضباط البحث والساده ضباط الامن المركزي وقوات الامن مسلحين ومدربين على اعلى مستوى من التدريب والتسليح. ده ايضا للمشاركه في تامين الطرق السريعه والصحراويه، خاصه ان شاء الله مع العطله اللي هتبقى موجوده. صنع يصادف هيكون في مصادفه ان عيد ان هيكون عفوا احتفالات راس السنه هتبقى يوم خميس، فهتبقى نهايه الاسبوع. تمام. استكمال في استكمال لقضاء عطله نهايه الاسبوع بالنسبه للاسبوع ده ان شاء الله. اي حد مسافر او اي حاجه يطمن تماما، في خدمات رجال الشرطه موجودين سهرانين على امنكم وسلامتكم ان شاء الله. يعني دايما تكون مصر بخير وشعبها ان شاء الله كريم. نعم. محترم بخير، واحنا جهاز خدمي في الاول والاخر بنقدم خدمه ان شاء الله تكون خدمه مميزه للشعب المصري يستحق كل خير ان شاء الله. ربنا يقويكم يا فندم. شكرا ليك سياده النقيب احمد حافظ بالاداره العامه للمرور. اطلعنا بشكل كبير جدا على الحاله المروريه النهارده، وايضا الاستعدادات اللي سواء اللي بتقوم بها الاداره العامه للمرور في جميع محافظات الجمهوريه او ايضا القوات الخاصه بتامين هذه المحافظات وحفاظا على الامن والسلام طوال الاحتفال بعيد راس السنه او اعياد الميلاد المجيد. ان شاء الله حابب اطمن حضراتكم انها تمر كل هذه الايام بكل خير وسلام. هيكون عندنا ان شاء الله احتفالات بهذه الاعياد تبث فينا الامل والتفاؤل وايضا الراحه النفسيه والتفاؤل ايضا بمستقبل مشرق والسلام للجميع لدى المصريين جميعا. اعتقد مش بس يعني مسؤوليه التامين او مسؤوليه الخروج بالاحتفالات سواء براس السنه وبعيد الميلاد المجيد، ليس مسؤوليه تقع على عاتق الجيش او الشرطه، وايضا تقع على عاتق وسائل الاعلام والمواطنين بشكل كبير جدا، حتى نستطيع ان نتكاتف سويا حتى نحتفل بهذه الايام ويكون ان شاء الله عام سعيد مليان علينا بكل ما هو خير يصب في الصالح العام. كمان عايز اقول لحضراتكم ان الطقس النهارده شديد البروده ليلا، عفوا يمكن حضراتكم ملاحظين انا عندي دور برد كبير جدا، فانا بنصح حضراتكم ما نقللش اللبس او ما نخففش اللبس خاصه في فترات الظهيره اللي بيكون فيها بعض يعني انخفاض في عفوا ارتفاع في درجات الحراره وبيكون شويه الطقس مائل للحراره. لا، لابد ان نحافظ على مستوى اللبس بتاعنا ونرتدي الملابس الثقيله سواء صباحا او ظهرا او بالليل حتى نتجنب الاصابات بالكثير من الامراض اللي هي بتنتشر في هذا الفصل. كمان عندنا في فقرة الإخبارية بعض النصائح اللي احنا ممكن نقدمها لحضراتكم لعدم الإصابة بنزلات البرد أو مثل هذه النزلات اللي بتسبب مشاكل كبير جدا للصحة، ومليون سلامة لحضراتكم ودعواتكم يا بالشفاء. تعالوا مع بعض ناخد جولة إخبارية في أهم الأخبار التي صدرت صحف هذا اليوم، وهو الخبر معنا بعنوان الرئيس يطالب المحافظين الجدد بخدمة المواطنين. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظين الجدد الأحد عشر ونواب الوزارات الخمس عقب أدائهم اليمين الدستورية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمامات والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والعناية بمحدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءات عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وجد. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسستها، أخذا في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة. إذن هناك توجيهات واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط المحافظين الجدد ولكن لكافة المحافظين والوزارات المختلفة بتحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين. ده مش هيحصل إلا لما يكون هناك يعني جولات على أرض الواقع لنقل نبض الشارع ونقل أبناء المحافظة إلى مستوى أفضل من خلال تحسين مستوى المعيشة بتاعهم وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية وتوفير أيضا فرص عمل لهؤلاء الشباب. عندنا أفكار جديدة، عندنا الكثير من المشروعات، عندنا الكثير من الخدمات اللي احنا ممكن نحققها في هذه المحافظات، ولكن محتاج مننا قرارات مش مرتعشة، لا قرارات صائبة وأيدي قوية ثابتة تستطيع أن تحقق هذه القرارات على أرض الواقع ويستفيد بها كل أبناء الشعب المصري. الخبر التالي بعنوان إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان وطرح كراسة الشروط قريبا. انتهت الحكومة من إعداد كراسة الشروط لمناطق النصف مليون فدان، وهي المرحلة الأولى لمشروع واستصلاح المليون ونصف المليون فدان عفوا تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق العمل رسميا بالمشروع خلال أيام. كما يواكب ذلك إشهار شركة الريف المصري المسؤولية عن إدارة المشروع برأس مال قدره 8 مليار جنيه ومقسمة على وزارات الإسكان والزراعة والري
وتخفيضات تصل إلى 25% في أسعار السلع الغذائية بالمجمعات. ده الخبر الثاني، حيث أطلقت وزارات التموين والتجارة الداخلية مهرجان تخفيضات بأسعار السلع الغذائية بجميع فروعها بالمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة والتي تجوب معظم محافظات الجمهورية يوميا. كما أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على طرح معظم السلع وخاصة اللحوم والدواجن بأسعار التكلفة للتخفيف عن المواطنين وتلبية جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية. إذن هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين، مشكورة طبعا برئاسة الدكتور خالد حنف وزير التموين. عايز اقول لحضراتكم ان هذه الوزاره من الوزارات فعلا اللي بتسعى جاهده لتحقيق الصالح العام للمواطن وايضا خدمه المواطنين. شوفوا بسم الله ما شاء الله هناك الكثير من الاجراءات من خلال تخفيض اسعار السلع الاستهلاكيه اللي احنا كنا بنشتكي منها قبل كده، كمان الحمد لله قضينا على ازمه العيش عن طريق الكارت الزاكي ده اللي احنا بناخد منه احتياجاتنا، وكمان اللي ما بيكملش احتياجاته النقاط اللي بيطفي دي ممكن يستبدلها بالكثير من المستحقات التموينيه، زيت وسكر وخلافه من هذه المنتجات. كمان الوزارة تعاون زي ما قلت لحضراتكم من شوية مع صندوق تحيا مصر وصندوق الصندوق الاجتماعي المصري لتوفير حوالي 350 عربية. العربيات دي بتحمل 5 أطنان من المواد الغذائية، لحوم وفراخ ومنتجات غذائية ومواد تموينية بشكل كبير جدا. وكمان يمكن اتكلمت مع الدكتور خالد حنفي ليه ما يكونش في هذه العربات الوجبات اللي تم الإعلان عنها قبل كده، اللي هي الوجبة اللي ب 29 جنيه والوجبة اللي ب 30 جنيه اللي هي الوجبات الخاصة بالسمك واللحوم والفراخ وغيرها. قال والله دي فكرة كويسة وممكن ندرسها ونطبقها، فوعدني انها ممكن تكون ضمن هذه المشروعات خاصة بالشباب. إذا مشروعات كويسة جدا، كمان ممكن تكون شراكة ما بين ثلاث شباب مع بعض يتعاونوا يعملوا شركة بدون مصاريف إدارية ويقدموا طلب للصندوق الاجتماعي من خلاله بياخدوا القرض بيجيبوا بالعربية ده. العربية دي اللي مولاها صندوق تحيا مصر، كل يعني المستحقات العربية دفعها صندوق تحيا مصر، وانت بتاخد القرض بضمانات مختلفة. الضمانات اللي انت بتمضي عليها مش لحاجة خالص، لا لضمان جدية حضرتك انك انت تشتغل، لضمان جدية حضرتك ان انت تنتج وتحقق عائد ربح ونقضي على موضوع البطالة. اعتقد مشروع جدا هيبدأ ان شاء الله تطبيقه وطرح كراسات يعني الاشتراكات هذا الاسبوع، ويتم تطبيقه ان شاء الله من بدايه هذا العام. وايضا من المستحق خلال هذا العام ان شاء الله توفير اكثر من 1000 سياره، هيبدا ب 350 سياره وسيارات يعني مبرده والحمد لله تجوب كل محافظات الجمهوريه. واحد يسالني مثلا يقول لك ازاي هتتوزع العربيات دي على محافظات الجمهوريه؟ طبعا هناك دراسه جغرافيه مختلفه على كافه المحافظات، كل محافظة ممكن احتياجاتها ايه، وطبقا للتوزيع الجغرافي الخاص بالمحافظة يتم توزيع هذه السيارات طبقا للمستحقين وطبقا اللي هو يقدم الطلب للحصول على هذه السيارات. اذا عندنا مجهودات مش من باقي غير من حضراتكم ان احنا نهتم ويكون عندنا جدية ان احنا نشتغل عشان نبني بلدنا وقبل كده نبني نفسنا كمان ونحقق الصالح العام. الخبر التالي بعنوان استرداد مستحقات الدولة من المخالفات الصحراوية. قالت إدارة الهيئات العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة إن هناك إجراءات ستبدأ في تنفيذها الحكومة لاسترداد مستحقات الدولة من المخالفين بالطرق الصحراوية بعد انتهاء فرص توفيق الأوضاع المقررة في 31 من يناير. وذكرت أيضا في بيان لها أن الإجراءات ستنال الذين قاموا بتحويل مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة إلى أنشطة عقارية وسياحية وتجارية والتي قدرت بأكثر من 150 مليار جنيه. إذن هناك الكثير من المستحقات المفروض تجمعها الدولة من هؤلاء المخالفين. أتمنى إن شاء الله أن يوظفوا هذه الأموال بعد جمعها إن شاء الله من كل الأطراف في الصالح العام ويوفروا الكثير من الخدمات والمرافق وتحويل الأراضي بأكبر قدر ممكن لتم تجريفها لأراضي زراعية مرة أخرى. أنا عارف الموضوع صعب شوية ولكن برضو لابد أن احنا نحافظ على رقعة الزراعية بتاعتنا. عصير الأناناس يساعدك على فقدان الوزن. يعتبر الأناناس من الفاكهة الشهيرة في مساعدتك على فقدان الوزن لاحتوائه على العديد من الألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع. وأفاد خبراء التغذية بأن الأناناس يقلل الكمية الخاصة بالطعام التي يتناولها الإنسان يوميا، بالإضافة إلى احتواء الأناناس على بعض المواد التي تساعد في حرق الدهون. إذا احنا عندنا الحمد لله عصير مهم جدا ممكن احنا لو شربناه باستمرار يساعدنا في تقليل الوزن. معنا على الهاتف دكتور سيد حماد أستاذ التغذية. أهلا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالسلامة المشاهدين. كل عام وحضرتك بألف خير يا فندم وسنة سعيدة يا رب جديدة عليك يا رب وعلى كل المصريين. اللهم آمين اللهم آمين. هل بالفعل عصير الأناناس يساعدنا على تقليل الوزن؟ بالفعل طبعا، لأن هو من ضمن الحاجات الجيدة جدا أو المستخدم دايما في برامج إنقاص الوزن الأناناس.
لانه محتوي على ماده جيده اسمها البرومايلين. البرومايلين من ضمن المواد اللي بتساعد على زياده الحرق بشكل او باخر، وفي نفس الوقت بتؤثر برضو على الشهيه، وبالتالي هو له دور مهم جدا. ولكن طبعا تواجد الماده دي في الاناناس الطبيعي يعني بشكل او باخر هتبقى بكميات لا ترقى الى مستوى التاثير الا اذا اخذت بكميات كافيه. ولكن اذا تم تضمينه داخل البرنامج الغذائي بحيث انه بيتم تكراره في الاصناف الغذائيه المستخدمه او كبديل من بدائل الفواكه المستخدمه، هيكون افضل بكثير جدا من عدم استخدامه، وبالتالي هو له تاثير جيد. بالاضافه ان هذه الماده تعمل كماده مضاده للاكسده، يعني له فوائد صحيه اخرى بجانب مساعدته في انقاص الوزن. تمام، خلينا ننتهز تواجد حضرتك معانا يا دكتور، واسال حضرتك ايه النصائح والمشروبات اللي ممكن تنصح بها المواطنين ان هم يشربوها او الاطعمه اللي يتناولوها في هذا التوقيت لحتى يتجنبوا الاصابه بنزلات البرد وهذه النوبات، والناس اللي عندهم برد يعني شديد زي حالاتي ممكن تنصحهم بيه؟ طبعا بالطبيعه ده يعني كل الاغذيه العاليه في محتواها من فيتامين سي او فيتامين جيم، وبالتالي هنقول في مقدمتها الليمون، هنقول في مقدمتها دلوقتي فاكهه زي فاكهه الجوافه من ضمن الحاجات الغنيه جدا، بالاضافه للموالح ودي موجوده ولله الحمد كاصناف الفواكه المختلفه. اضف الى ذلك بقى كل الخضروات الورقيه الطازجه، وخاصه اللي هي داكنه الخضار او لونها اخضر داكن، دي محتويه على نسبه عاليه من فيتامين سي، وبالتالي هتكون عامل مساعد جدا في الوقايه من نزلات البرد. يعني طبق السلطه الخضراء ده مهم، اضافه الليمون عليه ده اهم من اي شيء اخر. استخدام الفاكهه في حدود 2 أو 3 ثمرات كل يوم، ونحاول نخليهم من ضمن الاصناف المذكوره زي ما قلنا الموالح سواء البرتقال او الفطيله بتاعته او الجوافه او عصائرهم، وده بالتالي هيكون افضل بكتير جدا للوقايه من نزلات البرد الشديد. الليمون كويس يا فندم لاحتقان الحجاره والزور والحاجات دي ولا ممكن يسبب مشاكل معاه؟ معلش سؤال تاني، ان الصوص الليمون كويس يا فندم، في بعض الناس بيوصل عليها بعض اللغط يقول لك لما اجي احصر ليمون مش كويس للاحتقان والحنجره والحاجات دي. عايز حضرتك تصحح لي المعلومه. احنا قلنا بنستخدم السلطه الخضراء واساسي اضافه الليمون معاه، وبالتالي نقدر نستخدمه في شكل عصير يقدم حتى لو في شكل مشروب دافي، ولكن مع عدم رفع درجه الحراره بشكل كبير حتى لا يتم القضاء على محتواه من فيتامين سي، ده بالتالي برضه شكل ده يعتبر اضافه جيده. فالليمون غني جدا بفيتامين سي، وبالتالي مهم جدا في الوقايه او مكافحه نزلات البرد. بشكر حضرتك جدا الدكتور سيد حماد استاذ التغذيه على هذه المعلومات القيمه واللي نصح بها حضراتكم بتناول الكثير من المشروبات والاطعمه حتى نتصنب يعني نتجنب الاصابه بهذه النوبات الخاصه بالبرد. والف مليون سلام على حضراتكم جميعا. دي كانت اطلاله سريعه مشاهدين على اهم الاخبار النهارده، تعالوا مع بعض ناخد جوله اخباريه نتعرف على مزيد من اخبار المال والاقتصاد في نشرتنا الاقتصاديه. نبدأ مع حضراتكم مشاهدينا نشرتنا الاقتصادية بأبرز الأخبار، وأول خبر معنا بعنوان البورصة تربح 4.5 مليار جنيه خلال 4 جلسات. حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة المولد النبوي الشريف، حققت هذه المكاسب بلغت قدرها 4.5 مليار جنيه، ليبلغ رأس مال أسواق الأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 426 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع السابق له البالغ 421.5 مليار جنيه بارتفاع جمعي بلغ نسبته 1%. هدوء الطلب على الدولار وتراجع أسعاره في السوق الموازية. توقع مسؤول شركات الصرافة أن تشهد السوق خلال الأيام الطلب على الدولار ومن ثم تراجع أسعاره في السوق الموازية، وذلك نتيجة القرارات الأخيرة للبنك المركزي فيما يخص تنظيم عمليات الاستيراد ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري. نتمنى يا رب إن شاء الله توفير الدولار بسعر مناسب وإن شاء الله ارتفاع بإذن الله تعالى في قيمة الجنيه المصري بتاعنا. العملات، حيث شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرار نسبيا في الأسعار مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي مشاهدينا بيان بأسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري. دولار أمريكي سعر البيع 7.78 جنيه والشراء 7.83 جنيه. يورو سعر البيع 8.58 جنيه والشراء 8.51 جنيه. جنيه استرليني سعر البيع 11.69 جنيه والشراء 11.58 جنيه. دينار كويتي سعر البيع 26.78 جنيه والشراء 26.46 جنيه. ريال سعودي سعر البيع
واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع 2 جنيه و13 قرش والشراء 2 جنيه و11 قرش. نصل مع حضراتكم مشاهدينا الى اسعار الذهب، حيث شهدت اسعار الذهب في الاسواق والمحلات انخفاضا طفيفا في الاسعار في جميع اعيرته. وليكم الان مشاهدينا بيان باسعار الذهب بالجنيه المصري. ذهب عيار 24 270 جنيه و67 قرش. اما ذهب عيار 21 248 جنيه و11 قرش. وذهب عيار 18 203 جنيه. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الى اسعار الخضار والفاكهه، وليكم بيان باسعار الخضار طبقا لاسعار سوق العبور. طماطم جمله 1.5 جنيه والتجزئه 3 جنيه. بطاطس جمله 1.5 جنيه والتجزئه 3 جنيه. بصل جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. كوسه جمله 2 جنيه والتجزئه 3 جنيه. فاصوليا جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. بدنجان بلدي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه. بدنجان رومي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه. خيار بلدي جملة 1 جنيه والتجزئة 3 جنيه. ملوخية جملة 1.5 جنيه والتجزئة 3 جنيه. وأخيرا التوم جملة 3 جنيه والتجزئة 12 جنيه. ننتقل مع برتقال جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه. موز جملة 5 جنيه والتجزئة 8 جنيه. وأخيرا التفاح جملة 4 جنيه والتجزئة 8 جنيه. دي كانت إطلالة سريعة مشاهدينا النهارده على نشرتنا الاقتصادية اللي استعرضنا من خلال حضراتكم أسعار الخضار والفاكهة وأسعار الذهب والعملات وأهم الأخبار الاقتصادية. النهارده عندنا مجموعة الفقرات الحوارية، فقرة أولى نتكلم فيها إن شاء الله عن ذكرى فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وهيكون ضيفي في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد مصطفى كامل خبير الأصوات العالمي ومدرب المقامات. اما الفقره الثانيه نتكلم فيها عن البرلمان القادم والامال المعقوده، يعني ضمن اولويات البرلمان القادم ايه هي هذه المحاور، ان شاء الله نناقشها مع ضيفي الاستاذ الدكتور احمد خزيم استاذ الاقتصاد السياسي. دول محاورنا النهارده في فقراتنا اللي هنستعرضها مع حضراتكم بعد الفاصل. انتظرونا فاصل سريع مشاهدينا ونرجع نبدا مع حضراتكم ملفقات برنامجنا الحواري النهارده من برنامجكم اللون الاخضر.